تعالوا نشوف ايه هي اول وصفه معايا، وهي مكرونه الفاهيتا. عندي لحمه فاهيتا او لحمه الشاورما متقطعه تقطيعه الشاورما والفاهيتا، عندي فلفل الوان، بصل، جرجير، مكرونه قلم مسلوقه، عندي الصلصه، كريمه الطبخ، مرقه الخضروات يعني مكعب خضروات، عندي جبنه موتزاريلا، توم، بصل مبشور، جزر والبقدونس. تعالوا نشوف كده ايه اول حاجه انا هعملها. هنبدا ان انا هنا اجيب الزيت، يلا بينا. هجيب البصل، المبشور، وهجيب الثوم، معلقة من الثوم، وبصلة صغيرة مبشورة أو نص بصلة كبيرة. يلا بينا هنزل الخضرة ونزل الجزر. هعملها كلها في حلة واحدة، مش هستخدم كذا حلة، عايزة كل الطعم يبقى مع بعض ويطلع حلو. هنزل بقى اللحمة بتاعتي، يلا بينا هديها بقى تشويحة حلوة. يلا هحط معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل وهقلب تقليبة حلو. يلا هنزل بقى معاها الايه، بطاطس، البصل قصدي، بطاطس. هنزل البصل طبعا، دماغي انا في البطاطس معلش، وايه، والفلفل الالوان. تعالوا بقى نشوف لما الفاهيتا بتاعتنا خلاص قربت على السوا هنعمل ايه. هجيب هنا المرقه بتاعتي او المكعب، مكعب مرقه الخضروات هحطه، وهنزل بمعلقتين الصلصه بتوعي اهو، شايفين كده، وهنقلب تقليبه حلوه قوي. هو منزل كمان الايه، الميه بتاعته، بصوا الجمال والحلاوه، الله الله الله. يلا هجيب كمان الجرجير ياخد ايه، شاويه معاهم. سبانخ بلدي صغيره، جرجير، الاتنين هيمشوا اهو، وهنقلب كده تقليبه حلوه. هنزل بقى هنا كده الكريمه بتاعتي، خلاص هجيب هنا المكرونه بتاعتي، المكرونه القلم، وايه هنزلها تكون مسلوقه، وهنزلها ونقلب تاخد غلوه معاها، بصوا الجمال وبصوا الحلاوه. هجيب بقى الجبنة بتاعتي، جبنة الموتزاريلا عندنا طبعا، الطعم حكاية، الريحة مش عايزة اقول لكم هنا في الاستوديو، يعني ايه الطبق ده مش هيتساب. يلا نقلبها بقى علشان تسيح جواها. Thank you.